يلا الله يهديني. طيب عموما اليوم كان خبر جميل جدا، هو المكسب الحقيقي وهو الفوز الحقيقي وهو اصلا قلب هالبرنامج، وهو باذن الله عز وجل ذخر لنا باذن الله في الدنيا وفي الاخره، اكتمال الوقف. اللهم لك الحمد. امر عظيم جدا، لله الحمد والمنه، واسال الله العلي القدير ان يتقبل منا ومنكم كل من شارك، كل من دعم، كل من تبرع، كل من صدق. انتم الان رسمتوا بسمه على شفاه الايتام في بلد الله الحرام، ستستمر معهم مدى الحياه هالبسمه. الله يفرح قلوبكم مثل ما فرحتوا. اللهم اعطونا مقطع يا شباب. انك عساهم طيبين، شلون عيالي الموجودين عندك؟ ابشر كل ابوهم طيبين، اللهم لك الحمد على ما تحبين. يا ام سيف، يا ام سيف تسمعيني؟ نعم اسمعك. الله يحييك ويعطيك العافيه وطول العمر ويبارك لك في عيالك. اعطينا العلوم اللي عندك يا ام سيف، سمي العلوم. زينه ابشرك، بس انا بشكر ابو فيصل العرجاني، يعر عمره طويل ويعلى الله يبارك له بعياله وحلاله. الله يطول عمرك. فكاني والله، فكاني البارح بدقيقته. الله لو نسيت سيف والله يرفع راسي، عسى الله ما يخليني منه، رافع راسي دايم. والحمد لله اللي سميته سيف وهو على اسمه سيف. الله يطول عمرك. لي فيه. الله يطول عمرك. وابشركم ان الوقف كمل. ابشركم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. كيف شفت المقطع؟ الحمد لله الذي بلغنا هذا التمام وهذا الكمال. الحمد لله الذي اعاننا ووفقنا للمشاركه في هذا الوقف بالمال او بالنصح او بالنشر او الى اخره، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا. اسال الله تعالى ان الله يغفر لنا ولكم. انا للامانه احزن على من فاته هذا الاجر العظيم، واقول له الاجور ابوابها مفتوحه وكثيره، فاجعل هذا الاجر الذي فاتك درس حتى لا تفوتك تلك الفرص والخيرات العظيمه. اسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. امين. اللهم امين. مسعود. اول شيء الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا، الحمد لله على التمام، الحمد لله على الكمال، الحمد لله ان الله سبحانه وتعالى جعلنا جزء من اكتمال هذا الوقف. شعور رائع، وخلني اقول اليوم كانت سجده فرح، سجده شكر اننا كنا جزء من اكتمال هذا الوقف، انك تشوف وقف يكتمل وبكره بيقام وانت كنت مساهم فيه، سواء بالدعوه او بالتبرع او بالنشر. حق لنا أن نفرح، وحق لكل شخص ساهم في هذا الوقف أن يفرح اليوم. اليوم اكتمال فرح، وتجمل هذا الاكتمال باتصال أم سيف. يعني كان خير ختام صراحة موقف سيف البطولي والرجولي اللي كان سيف لأمه وسيف لنا جميعا بوقفة سيف البطلة في واعتصامه في هذا الهنجر، وختمها باتصال الوالدة اللي مليء مشاعر، فأسأل الله سبحانه أن يحفظها له وأن يحفظه لها. الحمد لله مشاعر متلخبطة صراحة، لكن اللهم لك الحمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله كثيرا فعلا، أنه كنا جزء بسيط في المشاركة في إكمال هذا الوقف، والفضل بعد الله سبحانه وتعالى. أنتم يا مشاهدين الكرام الأعزاء كنتم يعني مشاركين معنا بكل قوة، يعني بدعواتكم بنشركم، كلام الثناء لكم والشكر لا يوفيكم فعلا، فأنتم سبب كبير بعد الله سبحانه وتعالى في إكمال هذا الوقف. الله يعطيكم العافية. يعطيكم العافية شباب. إذا فيه باقي ما يقولون 3 دقائق تقريبا، نقدر نأخذ الجايدي في الكومنت روم.